أعتقد أنه أصبح منصوص عليها في الدستور أنه أي مسؤول تم انتخابه يعني لابد أن يفرق بين الممارسة الاقتصادية والتجارية وبين ممارسة المسؤولية، وهذا ليس فيه عيبا بدءا من الملك. ولذلك الاتجاه المنطقي وهو أن يكون هناك نوع من الانفصال بينهما، ويمكن للملك ويمكن للوزراء أن يفوضوا لأشخاص آخرين يعني الممارسة الاقتصادية، لأنهم كذلك يبقوا مواطنين لهم كامل الحقوق، لا يمكن أمنعهم من هذه الحقوق، لكن كل ما هو امتيازات يجب أن يرفض. لذلك نحن لابد من تقنين الشفافية، تقنين التنافسية والمنافسة الحرة بين الجميع، ونعتقد هذا هو الاتجاه، هذا هو الاتجاه الإيجابي الذي نسير فيه. حتى بالنسبة للملك نحن هذا الكلام يجب أن يكون، وأعتقد هذا هو الاتجاه. الملك صرح أنه مواطن من كافة المواطنين، سن الرشد بالنسبة إليه انتقل إلى 18 سنة مثل جميع المواطنين. القوانين التي سيسنها بما يسمح له الدستور يعني كما تمت الإشارة إلى ذلك، وأي قانون سواء أو أي ممارسة سنها الملك أو سنها أي وزير إذا لم كانت مخالفة للدستور يمكن أن تلغى، ويمكن للمواطن أن طالبوا بإلغائها وأن نرجع إلى المحكمة الدستورية التي كانت التي هي الآن المجلس الدستوري. وبالتالي نحن مطمئنون على من ناحية النظرية ومن ناحية الأوراق يعني الدستور مطمئن لهذا. يبقى يجب أن يخلق لهذا يعني مؤسسات مثل مجلس التنافسية ومجلس المنافسة التي أصبح الآن مدسترا وعنده صلاحيات، ومثل كثير من المؤسسات ديال الحكمة وديال الرقابة. أكثر من ذلك أنه الملك سيتوجه إلى الشعب وسيتوجه إلى البرلمان بخطب يعني كما هو منصوص عليه الآن في الدستور المطروح للاستفتاء. طبعا الحل ما طرحت هذه الخطب إلا لكي تناقش، ويمكن لأي مواطن أن يعبر عن رأيه في هذه الخطب. لذلك أشير إلى أن الملك ليس مقدسا وإنما لا يحترم ولا تنتهك حرمته، فبالتالي انتقلنا من فكرة القداسة التي كانت سابقا مشار إليها إلى فكرة أنه يجب أن يحترم، ونعتقد هذا شيء إيجابي جدا. بالتالي بمعنى أنه كشخص يحترم ولكن كأفكار يمكن أن تناقش ويمكن أن تقدم إليها تعديلات ومقترحات ونصائح، لكن دائما في حدود الأدب وفي حدود التعامل مع، لأن ماشي التعامل بحال بيناتنا مثل التعامل مع الملك الذي له رمزيته ومكانته، أو التعامل حتى مع الوزير الأول. نحن في أخلاقنا وقيمنا، ليس منا من لم يحترم كبيرنا يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا. أنا كنظن بأن الملكية المغربية كملكيات أخرى في دول ديمقراطية عريقة يعني يمكن يكون فاعل اقتصادي، يعني أنا ما كنشوفش أنه كاين تضارب أو تناقض. أنا اللي كنقول، وهذه القضية ماشي بالنسبة للمؤسسة الملكية بوحدها ولكن بين كل المؤسسات، أن بالفعل خص ملي كنقولوا المنافسة، ملي كنقولوا قوانين المنافسة، ملي كنقولوا مؤسسات اللي كتحرص على السير العادي ديال المنافسة، خصها تكون قوية، خصها تكون قوية والمراقبة ديالها قوية. علاش؟ لأن التطور الاقتصادي ديال البلاد لا ماشي غير على المستوى الاستثمار الداخلي او بالنسبه للاستثمار سكون ابل انفيستيسمون ديريك اترونجي، يعني خص يكون عنده واحد باش يجي، خص واحد المجموعه توفر واحد المجموعه ديال الشروط اساسيه، ومن هاد الشروط الاساسيه كنظن المنافسه، احترام قواعد الشفافيه في المنافسه. إلا رجعنا للممارسات الدولية والقانون المعمول به، في كثير من المجالات القانون كيمنع الجمع بينهم، وفي كثير من الأحيان ما يسمى التضارب المصالح كيكون جنايات وجرائم اللي كيبت فيها القانون. هذا كيعني بأن المشكل مطروح من الناحية القانونية، ومطروح كذلك من الناحية الأخلاقية ومن ناحية الحق في الوصول إلى المعلومة. ما يمكنش بكيفية عامة نقولوا بأن اللي كيمارس السياسة ما يمكنش يكون عنده مصالح اقتصادية، لأن كاين حرية المساواة بين المواطنين. رئيس مقاولة أو مالك عقاري من حقه يكون برلماني، من حقه يكون وزير. فين كيتطرح المشكل؟ في الوقت اللي هو مطالب يتخذ قرار في المجال الصلاحيات الإدارية أو السياسية ديالو، وهذا القرار يمكن يستفيد فيه شخصيا. في هذه الحالة هذه القانون كيمنع عليه يجمع بين هذه المصالح، والأخلاق السياسية
كتفرض عليه يعلن بأن هناك تضارب مصالح ويتفادى اتخاذ القرار بدون وضع الضمانات الضرورية باش ما يكون لبس. إذن القانون يمكن يمشي في وضع هذه المساطير، أما المبدأ فهو مبدأ شامل ما كيحتاجش لا دستور ولا قواعد قانونية. تطبيق المبدأ تفعيله عن طريق مساطير، عن طريق الوصول إلى المعلومة، عن طريق الشفافية في تدبير الشأن العام، هو اللي كنحتاجه. هذا طبعا شكل أحد المطالب البارزة في الحراك الذي عرفه الشارع المغربي بمبادرة من حركة 20 فبراير، والتي أستغل هذه المناسبة لتنويه بالدور الذي لعبته يعني إعطاء دينامية جديدة للحياة السياسية ونفس جديد. وطبعا أيضا شكل أحد المطالب الأساس للقوى الديمقراطية وقوى اليسار بالأخص. ما أعتقد بأن المقاربة السياسية المعومة لمسألة فصل السلطة الاقتصادية عن السلطة السياسية كافي، أو حتى إبراز الوازع الأخلاقي أو شيء من هذا القبيل كافي لكي نحد من هذا التداخل بين السلطتين، نظن بأننا نحن بحاجة إلى تقنين، لأننا أمام ظاهرة أدت إلى استفحال نظام الامتيازات الذي يخل بكل قواعد الحياة الديمقراطية التي تتوفر فيها شروط الفرص المتكافئة، وأيضا يعيق حتى التطور الاقتصادي الذي لا يمكن أن يرتكز إلا على شروط التنافس الشريف.